مع الحدث. جماعة الخليل الأدبية مستمعين من الجماعات المهمة جدا في جامعة سلطان قابوس ومن الجماعات التي استطاعت بالفعل أن تخرج أصوات شعرية أصبح لها حضورها في الساحة. جماعة الخليل للأدب طبعا تقدم سنويا في جامعة السلطان فعالية ليالي الخليل الأدبية، وهذه الفعالية تضم مجموعة من الأسماء في مجال الشعر الفصيح والشعر الشعبي طبعا في ذات الوقت، بالإضافة إلى طبعا فنون أدبية أخرى مصاحبة. تفاصيل أكثر الأخ السيف بن سعيد العيسري، عضو بجماعة الخليل للأدب بجامعة السلطان قابوس. أخي السيف صباح الخير، أهلا وسهلا بك. صباح النور والسرور، أهلا وسهلا بكم. يا مرحبا. وكما ذكرت يعني في البداية ما شاء الله جماعة الخليل الأدب من الجماعات التي استطاعت أن تخرج أجيال وأصوات مهمة في الساحة الشعرية شعبية كانت أم فصيحة. فعلا جماعة الخليل جماعة ولادة، وبداياتها كانت مبكرة مع بداية جامعة السلطان قابوس سنة 86-87، وهي الجامعة الرائدة حقيقة في السلطنة في المجال الأدبي، لأنها تقدم الكثير من الفعاليات والمسابقات على مستوى مؤسسات التعليم العالي. نعم، إذن فعاليتكم ليالي الخليل الأدبية نتحدث عنها. نعم، في الحقيقة أيضا هذه الفعالية فعالية مبكرة جدا مع بدايات الجماعة الأولى، وكانت في السنوات الماضية تسمى مهرجان الخليل، ولكن تطويرا وحبا لإضافة بعض التجديد غيرنا الاسم إلى ليالي الخليل الأدبية، وتتضمن ليالي الخليل الأدبية ثلاث ليالي: ليلة الشعر الفصيح التي تمت بالأمس مع ضيفنا الشاعر الدكتور عارف الساعدي الذي جاءنا من العراق وقدم أمسية شعرية رائعة جدا، أيضا كان ضيف شرفنا الأستاذ الدكتور سيف الرمضاني، وسأحدثكم أيضا عن فكرة ضيف الشرف التي كانت حديثة هذه المرة، وقدمت لجنة الشعر الفصيح بالجماعة أوبريت للطلاب الشعراء الذين يكتبون الشعر الفصيح بعنوان أوبريت يهيمون. اليوم بإذن الله ليلة الشعر الشعبي، وستكون بصحبة الشاعر الإماراتي محمد المر بالعبد، وأيضا نعد الجمهور بجمال وتألق في الآداء وندعوهم للحضور. سيكون هناك أيضا عرض لأوبريت مفخرة وطن، وسيكون ضيف شرفنا الشاعر الشعبي فهد السعدي. نعم. غدا بإذن الله ستكون معنا ليلة النثر الفني مع أساتذة النثر العماني أستاذ بشرى خلفان وأستاذ محمد بن سيف الرحبي، ستكون معنا عرض لمقام عمانية لعروض أخرى كثيرة، وأخيرا سيكون معنا إعلان نتائج القصة القصيرة التي أعلناها على مستوى مؤسسات التعليم العالي والتي كانت مشاركاتها جيدة تقارب 30 مشاركة، وسيكون ضيف شرفنا الأستاذ محمد بن عيد العريمي. نعم، إذن يعني أسماء مهمة جدا في الساحة الشعرية شعبية وفصيحة، وكذلك أيضا المساحة النثرية جميلة بالأسماء المستضافة. نذكر الجمهور بالنسبة للدعوة موقع الحدث أخي السيف والمواعيد. في جامعة سلطان قابوس قاعة المحاضرات 1 الساعة 7 مساء بإذن الله. تمام، الساعة 6 مساء بإذن الله تعالى. السابعة. نعم السابعة. نعم الساعة 7 السابعة مساء، ليالي متتالية لجماعة الخليل الأدبي من الشعر والنثر. نتمنى لكم كل التوفيق أخي السيف إن شاء الله. ولكم كل الشكر، جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الطيب، ووجه دعوة لكم وللجمهور الكريم للحضور والاستمتاع بأجمل ليالي الخليل الأدبية إن شاء الله. دعوة متاحة طبعا للجميع. شكرا جزيلا السيف بن سعيد العيسري، عضو بجماعة الخليل الأدب بجامعة سلطان قابوس.